مشاهدينا برحب فيكم وين ما كنتوا عم تتابعونا بلبنان بالعالم العربي والعالم. حلقه جديده من برنامج الحدث اليوم الاربعاء 10 كانون الثاني 2024. بسرني اني رحب بضيفي باستوديو وسعيده جدا بقبوله الدعوه الاستاذ الجامعي والكاتب السياسي الدكتور حبيب فياض. صباح الخير دكتور حبيب. صباح النور. اهلا وسهلا فيك، اشتقنا لك. وكثير سعيده اني بلشي اول حلقه السنه معك. انا بيشرفني يكون معك. اهلا وسهلا فيك. يعني تحديدا انت من الاشخاص اللي انا بحب اطلع معهم يعني من تسلم. تسلم، شكرا لك وشكرا لمشاركتي وقبولك الدعوه، وخاصه انه نحن هلا بوقت عن جد مفصلي جدا وبحاجه لاتزانك بالكلام والتحليل والمواكبه. حركة بركة، حركة مفادين ناشطة مثل ما بيقولوا هالأيام، بيروح العاشق بيجي المشتاق، ناطرين مفادين جديد. اليوم وزيرة خارجية ألمانيا في بيروت، كان ممثل الأمم المتحدة لكروا أيضا يجول على المسؤولين، ولكن الأنظار كلها طبعا بانتظار لودريان، بانتظار أن تنعقد الخماسية، تتركب الحكومة الفرنسية، ما حدا أحسن من حدا، ناطرين أيضا تتركب الحكومة الفرنسية، ولكن الأنظار اليوم تحديدا موجهة بين اليوم وبكرة على عودة المفاد الرئاسي الأمريكي أموس هوكشتاين إلى بيروت، ويتواكب الأمر مع وصول السفيرة الأمريكية الجديدة ليز جونسون إلى لبنان كمان متوقعة بين الخميس والجمعة وصولا. كله على وقع ما يجري في المنطقة، المستجدات في الميدان، في التفاوض، في السياسة، ولكن الأساس ماذا نريد في لبنان؟ ماذا نريد؟ المنيح أنه على ما يبدو في كلمة موحدة هيدي الفترة عم تنحكى مع المفادين. هوكشتاين جاي بقضيتين يلي هي 1701 والجبهة الجنوبية وبالملف الرئاسي. ماذا نريد في لبنان، وتحديدا ماذا يريد حزب الله في هذه المرحلة؟ هلا بالنسبة لمجيء هوكشتاين، أنا معلوماتي بتقول إنه الموضوع الرئاسي يمكن ما له الأولوية باعتبار إنه مرتبط بالوضع القائم على مستوى الجبهة. يعني عمليا نحن بلبنان هنالك ما يشبه الربط بين موضوع رئاسة الجمهورية وموضوع الجبهة. مين عمل هذا الربط؟ يعني إذا بدك ميدانيا وعمليا صار هيك، لأنه لازم نعتبر يعني حزب الله عمل هذا الربط. لا مش بالضرورة أنه حزب الله، أصلا حزب الله ما فاوض. يعني حزب الله إلى الآن ثمت فخ أراد الآخرون للحزب أنه يوقع فيه، بغض النظر أنه هيدا المسار من الممكن أن يؤدي بنهاية الأمر إلى نتائج عملية، بس حزب الله منذ البداية ملتفت لنقطة أساسية أنه هاي الحركة المكثفة بلبنان من قبل موفدين دوليين وغربيين يراد منها الإيحاء أنه حزب الله منخرط عمليا بفصل المسارات بين محور المقاومة، أنه حزب الله بالوقت اللي غزة عم تتدمر والوضع الفلسطيني هالقد مأساوي على المستوى الإنساني والعسكري، أنه حزب الله فايت بالمفاوضات. عشان هيك حزب الله حتى اللحظة ما اعترض، مش بس أنه ما يعني اعترض على المضمون أو ما اعترض على المضمون، حزب الله حتى اللحظة متمسك بمبدأ قائم أنه لا حديث عن أي مسألة ذات صلة بالوضع اللبناني سواء بالجبهة الجنوبية أو بالانتخابات قبل أن يكون هنالك وقف للعدوان على غزة. طيب هيدي النقطة تحديدا، الجبهة الجنوبية مش الحال، موضوع الرئاسي كيف يحق لحزب الله اليوم أن يربط مصير الرئاسة بوقف العدوان على غزة؟ شو إلها علاقة هيدي بعضة؟ وهذا كلام رد عليه البطرك، رد عليه دكتور سمير جعجع بما يمثل وغيره من الأفريقا، أنه رئاسة الجمهورية ليست بدلا عن ضائع، لن نكون جائزة ترضية لمحور المقاومة، لن نكون أمرا ملحقا لأي صفقة لا من قريب ولا من بعيد، نرفض أي رئيس صوري ويأتي كجزء من تسوية إقليمية يجري النقاش فيها في الوقت الحاضر. هذا موقف جزء كبير من اللبنانيين. حزب الله ما ربط، يعني هلأ أنا ما حبيت أقاطعك بنص السؤال، بس حزب الله ما ربط موضوع الرئاسي بموضوع غزة.
هي الأمور عمليا وميدانيا بما أنه هالقد الوضع متوتر وهالقد حزب الله منخرط عمليا بالجبهة وكل تفكير حزب الله حاليا وأولويات الحزب حاليا مرتبطة بالجبهة مع إسرائيل، حزب الله عم بيقول للآخرين اللي عم يحكوا معه بالموضوع الرئاسي هلأ تقريبا هيك، يعني أنه هلأ اللي نطر سنة وسنتين أنا بهاي اللحظة تحديدا ما قادر أني انغمس بسياق ومسار تفاوضي له علاقة بانتخابات الرئاسة، علما أنه كمان إذا بدنا نحكي من الناحية الموضوعية يعني هل أدي هنالك تطورات على المستوى الإقليمي وعلى مستوى المنطقة على خلفية ما يحصل بغزة، كمان يعني بدنا ننطر لحتى تنجلي الغبار الناجي عن الحرب بغزة لحتى نعود نتأمل بالمشهد من أول وجديد ونبني على شيء مقتضاه. هذا الكلام الدقيق جدا دكتور اللي عم تتفضل فيه هو سبب خلاف داخلي، يعني حتى هلأ لما حضرتك عم تتفضل وتقول أنه حزب الله يرى، وهذا كلام قاله سماحة السيد، أنه ما في اليوم أي تفاوض إلا مع وقف العمليات أو وقف إطلاق النار، وقف الحرب على غزة. إذا بدي أخذ بس هذا المعطى الميداني ما بدي أربطه بموضوع الرئاسي أيضا. طب الرئيس ميقاتي يقول أو يتحدث عن استعداد لبنان للدخول في مفاوضات لتحقيق عملية استقرار طويلة الأمد في جنوب لبنان والالتزام بالقرار الدولية وباتفاق الهدنة والقرار 1701. طيب يعني فصل، ما قال الرئيس ميقاتي يلي هو رئيس حكومة لبنان يلي هي بتستلم مع وزارة الخارجية، بس الرئيس ميقاتي ما قال أنه لبنان مستعد يدخل بمفاوضات في خضم الوضع القائم حاليا. يعني الرئيس ميقاتي من الممكن أنه مثل ما حكى سماحة السيد عن أنه مستقبلا بعد ما توقف الحرب بغزة من الممكن أن يكون هنالك تحرير للأراضي المحتلة. أنا برأيي أنه الرئيس ميقاتي وقت اللي حكي عن استعداد لبنان للدخول بمفاوضات مش بالضرورة أنه كان قصده بدءا من هذه اللحظة، ممكن هو عم يحكي عن مرحلة مستقبلية أنه بعد ما تنتهي الأحداث بغزة ممكن أنه لبنان الرسمي، وهون بدنا نميز بين لبنان الرسمي ولبنان المقاومة، انه حتى وقت اللي سمعت السيد حكي عن امكانيه تحرير الارض اذا كان هذه فرصه تاريخيه لنا، اذا كان تحرير الارض بده يتم من خلال البعد العسكري المقاومه هي جاهزه، اذا تحرير الارض بده يتم من خلال البعد التفاوضي هاي هي يعني هاي من مهام الدوله اللبنانيه للمفترض أنه الدولة تلعب هيدا. طيب إذا كان من مهام الدولة اللبنانية على مستوى التفاوضي، إذا كان تحرير الأرض بده يتم على المستوى التفاوضي، فإذا كمان يترك للدولة اللبنانية قرار متى تفاوض، ما حد يعني مش مفروض أنه حزب الله يحط سقف زمني يربطوا بوقف وقف العدوان على غزة. يعني لاش أنت عندك معلومات أنه حزب الله ضغط على الدولة اللبنانية أنه الدولة اللبنانية بهاي اللحظة ممنوع أنه تفاوض، ولا القصة لا مقاربة ذاتية؟ لأنه هلأ اللي عم يفاوض بالدولة اللبنانية هن عبارة عن شخصين إذا بدنا نحكي. هلأ أنت عم تشريني بطريقة غير مباشرة لحتى نفوت ب دهاليز الوضع اللبناني. بنفوت أكيد بنفوت. مين عم بفاوض هلأ؟ هن شخصين يعني الرئيس بري والرئيس ميقاتي. أوكي. يعني هن هولي العمدتين الأساسيتين بعملية التفاوض. الأطراف الأخرى تقريبا إذا بدك بتم التواصل معهم من قبل الموفدين من على خلفية استمزاج الآراء والاطلاع على الأجواء. أنا برأيي الرئيس ميقاتي والرئيس بري بمعزل عن أنه حزب الله يقول أنه أنا ما بفاوض في ظل العدوان وما بفاوض إلا ما بعد ما تنتهي الحرب بغزة، هن منهم لحالهم يعني عندهم القدرة على استشراف الوضع وبالتالي الفهم التلقائي للأمور أنه التفاوض في ظل العدوان على غزة هو خطوة غير مناسبة وغير ملائمة، وبالتالي بلا ما يطلب منهم حزب الله هن ممكن. وحتى أوكشتاين وقت اللي عبيجي
ويحمل يعني مبادرات. هوكشتاين عم بيقدم تصورات، ودائما الجواب من قبل الطرف اللبناني الرسمي عم بيكون انه كل هاي الافكار اذا بدنا نحكي فيها ونحولها من افكار الى مشاريع، الحكي بيكون بعد وقف العدوان على غزة. نعم. عشان هيك حزب الله ما عم بيفرض على الدولة انه ممنوع تفاوضه. واذا بدك تأخير احيانا، يعني قيل مرة بانه هوكشتاين حيجي من اسرائيل دغري على لبنان، واحدة من الامور انه الرؤية الامريكية لمقاربة الوضع اللبناني باتت اكثر واقعية في فهم المعطيات، والأمريكي ما بده يجي على لبنان من قبيل من ممتاز. الفراغ هذا لأنه كانت الرؤية بعد غير واضحة، تأجلت هيدي الزيارة يلي كان مفروض. يا بكرة جاي، شو جاي يقلنا وفق المعطيات الجديدة، ومن بعد جولة بلينكن على المنطقة، وهو يعني مجيته لهوكشتاين بهيدا التوقيت لتكون خلصت جولة بلينكن يلي كان مبارح بتل أبيب كمان. فشو جاي يقلنا هوكشتاين؟ شو حامل معه هالمرة هوكشتاين؟ وصفت زيارته بالمهمة وبالمختلفة عن الزيارات الأخرى وسط حتى كلام بلينكن بالمنطقة، على رغم بعض السوداوية بالشق المتعلق بفلسطين وبغزة وبموضوع العدوان، ومش شايف انه اسرائيل عم تعمل شيء على ما يبدو بغزة. على الرغم من كل هذا المشهد، في هذا الحرص الكبير على عدم توسع الحرب وعلى عدم امتدادها، وعلى موضوع انه الجبهة الجنوبية تضل هادية، شو جاي قلنا هوكشتاين؟ طيب هون بدنا نفوت شوي بالعمق، يعني لحتى نحدد الموقف الامريكي وطريقة النظرة الامريكية الى الوضع القائم على المستوى الاقليمي وتحديدا الوضع اللبناني. ست سمر، من الواضح أنه على مستوى المشهد الإقليمي المتأزم، وبمعزل عن الشيء اللي عم بيصير بغزة، لأنه اللي عم بيصير بغزة فينا نقول أنه مساره يمكن بات واضحا، يعني صار فينا نتمثل ونفترض الشكل والتصور اللي من الممكن أن تقول إليه الأمور بغزة. نقطة الارتكاز بالمشهد الإقليمي على خلفية المقاربة اللي بيشوفها الأمريكي، أنا برأيي هي المسألة اللبنانية. لأنه العقد الأكثر تعقيدا على مستوى هيدا المشهد هي المسألة اللبنانية حاليا. هيدا الأمريكي اللي على مستوى سنين عديدة كان عم يرسم استراتيجيات ومخططات تنطلق من مرتكزات عديدة، واحدة من هاي المرتكزات هي عدم الانخراط بحروب وحصول ما يشبه الانزياح النسبي الأمريكي من منطقة الشرق الأوسط لكي يتجه إلى جبهات وملفات أخرى. طيب النقطة المركزية التي من الممكن أن تشكل عامل توتر وصولا إلى الانفجار بالمستقبل القريب هي الجبهة اللبنانية، لأنه نحن حاليا بالجبهة اللبنانية، يعني بين فلسطين والمحتل ولبنان، هنالك عقد قائمة، وحل هذه العقد يستدعي جهودا استثنائية، وفي حال عدم الوصول إلى حلول من الممكن أن ينقلب المشهد الإقليمي رأسا على عقب. عشان هيك الأمريكي أنا برأيي جاي لحتى يثبت نقطتين. النقطة الأولى هي ممارسة المزيد، ما بدي أقول من الضغط، المزيد من التأكيد على ضرورة عدم انجرار الأمور واتساع هوة الحرب على الجبهة الجنوبية لحتى تكون حرب شاملة. والنقطة الثانية بده يناقش بشكل متزامن وموازي موضوع اليوم التالي اللي له علاقة بغزة، بده يناقشه على مستوى الوضع اللبناني. الأمريكي يعرف أنه هنالك عقبات عديدة، وعلى خلفية محاولة أنه الأمريكي بده يقارب الموضوع بخلفية واقعية، عم بيقدم الأمريكي مجموعة من المقترحات والمبادرات والمغريات إذا بدك، لكي يضمن مسألة أساسية ألا وهي استتباب الوضع على الحدود الشمالية الجنوبية بين فلسطين ولبنان، بما يضمن عدم، يعني إذا بدك بما يضمن عدم تحول ما حصل في غزة إلى بؤرة جديدة للصراع على مستوى الشرق الأوسط. نعم، تحدث أن الأمريكي حامل مقترحات ومغريات،
ما هي هذه المغريات؟ اليوم انحكت، سهل عليك الموضوع، انحكى عن تفاوض عم بتم على شيء له علاقة بالرئاسة، على شيء له علاقة بالمكتسبات الداخلية. هيدي مغريات عم تتقدم لحزب الله، وحتى الرئيس مئات يتحدث عن المغريات التي عم يعني يتم تقديمها. هل صحيح أن هناك ربط؟ يعني هناك مغرى من هذا النوع، أحد هذه المغريات هي بأن اضبطوا جبهة الجنوبية ولكم ما أردتم يا حزب الله في رئاسة الجمهورية؟ أنا برأيي الموضوع يتخطى رئاسة الجمهورية. بغض النظر إذا اللي عم بحكيه هو معلومات ولا هو التحليل، ما بدي يعني شير لهالنقطة، بس أنا اللي بقدر أقول لك إنه إذا نحن هلأ بنحط حالنا قدام الأمريكي، والأمريكي بده يجي على لبنان، والأمريكي بيعرف إنه حزب الله هو خصم على درجة عالية من الصعوبة والعناد والتمسك بالثوابت والمبادئ، وأنا بنفس الوقت كأمريكي بدي أحاول أني أضبط الجبهة الجنوبية بلبنان وعدم ذهاب الأمور إلى المواجهة والحرب، ليس ثمة ما يمنع من قبل الأمريكي والعقل الأمريكي أنه يقول له لا حزب الله مش بس رئاسة الجمهورية إلك، لبنان كله إلك. يعني هل قد الوضع بالنسبة للأمريكي حساس بعد 27 وحرص الأمريكي على عدم ذهاب الأمور نحو مواجهة إقليمية مفتوحة، بيجي الأمريكي على لبنان بيقول له لحزب الله بدي منك بس شغلة وحدة، هي أن تتعهد بأنك لا تهاجم إسرائيل، ما بدي منك لا تنسحب لا إلى جنوب النهر ولا بدي منك إنه شمال النهر، ولا بدي منك إنه يعني تجمع سلاحك وتسلم سلاحك للدولة اللبنانية، بدنا منك شغلتين، أن تتعهد بأن لا تقوم بما قامت به حماس بسبعة تشرين على خلفية طوفان الأقصى، والنقطة الثانية أن يكون هنالك مفاوضات على يعني الأراضي المحتلة اللي هي يعني مزارع شريط الحدودي والنقاط المتنازع عليها. بعد أنا لحد هاللحظة عم بقدم المقاربة الأمريكية أو كيف ممكن العقل الأمريكي عم يفكر، وهو اللي عم بقولهم ما في مانع أنه الأمريكي يطرحهم، ويمكن يكون طرحهم ما بعرف. ما أنت ما رفضت لنا إذا معلومات ولا تحليل، ولكن يعني تتقاطع الكلام مع معلومات. على طبعا كلها. الأمريكي ما عم يقدم كل هول الأمور بشكل بريء، الأمريكي عم يقدمهم لسببين، سبب مرتبط بالمصلحة المباشرة اللي بتأدي إلى استتباب الوضع، لأنه حزب الله بما لديه من ميراث وصعوبة بالعقل الأمريكي مش بالضرورة يقبل إذا تقدم له هيك مبادرات سريعة وفتات الأمور، علما أنه حزب الله لديه مقاربة مبدئية. هلأ إذا بدك نرجع لإلان أنه نحن ما زلنا حتى اللحظة عم نحكي كيف الأمريكي ممكن يفكر. النقطة الثانية أنه ليك واحدة من الأمور اللي أدت إلى تراجع الدور السوري على المستوى الإقليمي بعد احتلال الكويت، وبعد ما تم تلزيم سوريا الاهتمام بالوضع اللبناني وتم وضع لبنان تحت الوصاية السورية، أنه سوريا هالقد انغمست بالوضع اللبناني بما أدى إلى تراجع الاهتمام والحضور السوري على المستوى الإقليمي. أنا اللي بدي لك أنه كمان الأمريكي وقت اللي يقدم هيك مبادرة لحزب الله وهيك مغريات بده يشغلوا الداخل اللبناني، بده يقول له تعا كل هذا لبنان لإلك وأكثر من هيك، بس خليك ضمن هالحدود. الأمور اللي هي تشكل عائق أمام إعادة نهضة لبنان، أمريكا مستعدة جديا أن تتعامل على رفع الموانع التي تساهم بنهوض لبنان. يعني بنعطي استثناء لإيران، بتجيب نفط، علاقات اقتصادية مع إيران، حكومة، رئاسة جمهورية، استقرار بوضع العملة، عدوا على طاولة مفاوضات أنتوا اللبنانيين. بس حزب الله هو دوره على هاي الرقعة هو الوصي إذا بدي الأساس. طيب هل سينزلق حزب الله إلى هذه هون المغريات؟ شو بده يجاوب حزب الله ورؤيته؟ هون أنا أي حدا بيفهم السياسة الأمريكية تاريخيا، يعني من أيام كيسنجر إلى الآن، قد أمريكا فايتة بمساومات وفايتة بمبادرات من هاي النوع. صحيح أنه أمريكا عم تتخلى عن شيء، بس
بالحسابات الأمريكية أمن إسرائيل فوق كل اعتبار. وبالحسابات الأمريكية إنه الشيء اللي عملته حماس بين ليلة وضحاها بسبعة تشرين من الممكن إنه الحزب يعود يكرر في لحظة من معينة من الشمال، من شمال خاصة الغرب. إنه يعني الأمريكي كمان من شو بيخاف؟ يعني تأكيدات الحزب إنه أنا ما بدي حرب هي كمان بالعقل الأمريكي وبالعقل التكتيكي وبالخدع التي تقوم عليها الحروب عادة، هيدا ما بيعني بالضرورة أنه فعلا الحزب لا يريد الحرب. وفي دوافع عديدة، يعني هلأ هاي موضوع تاني. بس طيب إنه خدني على النقطة الأساس لحتى نجاوب على الطرح الأمريكي. شو بده يعمل حزب الله؟ حزب الله بيوقع بالفخ مقابل المغريات، وشو هي الرؤية يلي على أساسها بده يشتغل حزب الله؟ إذا كان قبل سبعة تشرين متمسك بالمقاومة 100%، بعد سبعة تشرين متمسك بالمقاومة 1000%. وحزب الله إذا كان قبل سبعة تشرين يعتبر أنه المقاومة أولوية الأولويات، بعد سبعة تشرين سيظل متمسكا بهاي الأولوية أيا تكن الاعتبارات الداخلية. بس طبعا هيدا ما بيمنع أنه حزب الله من دون أن يكون هنالك تخلي عن المبادئ والثوابت، أنه يشوف أنا كيف ممكن استفيد وحقق مصلحة للبنان على خلفية المترتبات والتداعيات اللي نتجت عن طوفان الأقصى وحرب من هون قال السيد أنه لدينا فرصة تاريخية. يعني وقت السيد عم بيقول نحن أمام فرصة تاريخية لتحرير الأرض، خلينا هاي النقطة نحطها على الطاولة، اللي أنا برأيي هيدي مفتاح أساسي لمعادلة إقليمية كتير مهمة. السيد شو عم بيقول؟ على سبيل المثال أنه هنالك مهجرون أو نازحون مستوطنون، هول طلعوا لأي سبب كان، هول بدهم يرجعوا، وهؤلاء لن يعودوا حتى لو تم وقف إطلاق النار في غزة وفي الجبهة الجنوبية الفلسطينية، لن يعودوا ما لم يكن هنالك عرفتي توافق وضمانات. طيب السيد عم بيقول هؤلاء لن يعودوا من دون أن يكون هنالك ثمن تدفعه إسرائيل، والحد الأدنى للثمن المطلوب أن تدفعه إسرائيل هو تحرير الأراضي اللبنانية والأراضي المتنازع عليها. وهيدا التحرير بيصير بوحدة من طريقتين، إما إسرائيل بدها تستمر بالجبهة وتستمر بالعدوان على لبنان حتى لو كانت واقفة الحرب بغزة على خلفية انسداد الأفق للوصول إلى تسوية سياسية، وحزب الله عندئذ سيكون أنا برأيي صاحب توجه للعمل على تحرير الأرض، لأنه حزب الله هلأ العنوان اللي عم يرفعه هو إسناد لغزة، بس آنذاك حزب الله لديه القدرة وسيكون لديه القرار لتحرير مزارع شبعة والأراضي المحتلة، سواء كان بالعسكر أو بالتفاوض. هلا هاي بالعسكر، أما بالتفاوض أوكي. وهون بحب أكد على نقطة وخلي العالم يعني يركزوا كتير لحتى ما ينفهم الكلام غلط، حزب الله ليس معنيا على الإطلاق بأي عملية تفاوضية مباشرة لا مع الأمريكي ولا مع الإسرائيلي. وحتى الدولة اللبنانية عندما تتفاوض تتفاوض مع الأمريكي هي ليست معنية بالتفاوض المباشر مع الإسرائيلي. هنالك قرار 1701 وهنالك أراضي محتلة. إذا أرادت إسرائيل، هون عم بحكي أنا بمنطق الدولة اللبنانية اللي ممكن تقدمه لحزب الله واللي ممكن الحزب أنه يقبل فيه، إذا تعهدت إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة وتعهدت بعدم الاعتداء على لبنان أو بخرق السيادة اللبنانية، حزب الله رح يقول للدولة اللبنانية بارك الله فيك وهينا قدرنا نحرر الأرض، ومثل ما عملنا بعد 2006 نوع
من توازن الردع والرعب مع إسرائيل. هلأ نحن بعد 2023 حنعمل توازن تحرير، أنه نحن حررنا، ما بدنا هلأ لا نفوت، يعني لا، أنه إسرائيل إذا ما اعتدت علينا ما حنعتدي عليها. أوكي. مع التأكيد على نقطة أرضنا ويرجعوا المستوطنين، مع التأكيد على نقطة أنه البعض بلبنان شو بيقول لك، يعني البعض بلبنان متحمس كتير لمسار التفاوض وحل المسألة من خلال المسار التفاوضي، يعني مشكلة بين إسرائيل، علما أنه إذا مشيت الأمور بالطريقة التي تريدها أمريكا، أنه إذا أمريكا بتقول له لحزب الله تعا أنت ولي أمر لبنان وعمل بدك إياه بس ريحنا بالنسبة للجبهة الإسرائيلية، هؤلاء بالعقل الأمريكي من الممكن أن أنه أمريكا مستعدة تحولهم إلى رعاية عند حزب الله، رعاية يعني أنه حزب الله هو يحكم لبنان ويفعل ما يريد في لبنان نتيجة ضوء أخضر أمريكا، بغض النظر أنه حزب الله نحن عم نقول ما حيقبل، يعني حزب الله ما حيقبل أنه ينغمس بالسلطة اللبنانية وبالشأن اللبناني الداخلي. وأكثر شيء ممكن أنه يقبل فيه حزب الله أن يكون شريكا على الطاولة بإدارة الوضع اللبناني على غرار السنين الماضية اللي كنا عم نشوفها. بس النقطة المركزية أنه إذا حدا بده يقول بما أنه إسرائيل انسحبت من مزارع شبعة وطبقنا 17-0 ما بقى في لزوم للسلاح، برافو، أنه يلا تعال حتى هلأ اللي بدي لك أنه دولة مثل إسرائيل هالقد عدوانية وهالقد وحشية، والشي اللي شفناه بغزة شيء خارج الوصف وخارج التاريخ وخارج القدرة على التصور، هيك دولة حتى لو كان هناك من قبلها التزام بالقرار 17-01 على غرار التزامها بال 425، هيدا السلاح مش بس له وظيفة تحرير الأرض، هيدا السلاح له بعد آخر هو الدفاع عن لبنان. بس هيدا ما بيمنع أنه تعو نحن نقعد كلنا على الطاولة ونعيد تعويم موضوع الاستراتيجية الدفاعية لحتى نشوف ما هي الطريقة الفضلة للاستفادة من هذا السلاح، أو إدخال عناصر جديدة عليه لحتى تكون الجبهة اللبنانية أكثر تحصين. هلأ هيدا مسار جدل طويل، يعني هلأ إذا بدي أفتح هيدا الجدل تبع استراتيجية، لا خليني كفي. طبعا طبعا عم بقول كمان ضمن الافتراضات، مش سمعت سيد قال فرصة لتحرير الأرض. طيب افترضنا الأرض تحرري بغض النظر كيف، ممتاز، نحن عنا سلاح. أوكي. هيدا هون هيل عم قول عنه هيدا نقطة، هلأ إذا بنفتحها بيكلنا الحلقة كلها، وهيدا بده ينفتح بمراحل لاحقة، لأنه اليوم إذا بدك تحول وظيفة هذا السلاح من الوظيفة تحرير الأرض للوظيفة الدفاعية حتجي كل العالم تقول لك وقف هون، في عنا جيش لبناني منسلحه منقويه وهو وظيفته الدفاع، انت كانت وظيفتك التحرير. ما بدي فوت بهالجدلية لانه جدلية طويلة، بس بدي شير على شغلة من تعقيبا على الكلام اللي تفضلت فيه بالمقترحات الامريكية شو ممكن تكون وكيف ممكن يكون الجواب عليها وشو ممكن يكون حامل هوكشتاين معه. بصحيفة الاخبار اليوم تحت عنوان هوكشتاين في بيروت المساعي رهن جولة بلينكن، بالمقطع الاخير بيقول ونقل عن الموفد الأمريكي بأنه ليس مخولا في هذه المرحلة البحث في مستقبل مزارع شبعة، وأن المعطيات التي في حوزته تشير إلى أن سوريا لم تبلغ الأمم المتحدة بعد بصورة رسمية خريطة حدودها البرية مع لبنان في هذه المنطقة، وبالتالي فإن البت بمصير المزارع يحتاج إلى توافق لبناني سوري قبل أي بحث مع إسرائيل. أنا برأي الأمريكي وقت لي يعني وقت اللي نحن نقول للأمريكي ليك ما تحكي معنا، نحن هلأ مشغولين بغزة وما تبعت لنا لا وسطة ولا رسائل، ومجيئك بهاللحظة مثل عدمه، وما تحاول انك تتزاكى علينا بالوقت اللي أهلنا بغزة عم يتعرضوا لإبادة، تقوم انت تحاول انك تقدم صورة تقول حزب الله عم يفاوض على خلفية مصالح إلى علاقة بالوضع اللبناني. أمريكي هو ما حيقولون، أمريكي شو بده يقول؟
أمريكا بدي أقول هلأ مش بعد الوقت المناسب لحتى أحكي بمزارع شبعة ولحتى فوت حكي أكتر من هيك. الأمريكا قال 1701 منوا على النار ومنوا على طاولة البحث بالوقت يلي نحن هون عم نتدبح من وراء 1701 والآراء المختلفة. يعني التباين القائم بين إسرائيل وأمريكا حول كيفية التعامل مع 1701 وحول الجبهة اللبنانية الجنوبية الفلسطينية، هيدا التباين أنا برأيي عم بيخلق كتير من التكهنات والتحليلات اللي عم بتأدي إلى الوقوع بخلل بمقاربة الرؤية. يعني إسرائيلي شو بده؟ إسرائيلي بده بسرعة، أنا عندي 200,000 مستوطن مهجرين وهو بدي رجعهم. إذا أنت يا أمريكي ما بدك ترجعهم على السريع وما قادر تضغط على لبنان، أنا رايح على حرب. صحيح. طيب الأمريكي بالمقابل شو عم بيقول؟ عم بيقول خليني أنا بعد حرب غزة اتفق على خارطة الطريق، بس عملية التنفيذ الفعلي لهيدا الاتفاق بحاجة إلى مسار زمني طويل، لأنه ثمت أمور معقدة وأمور مركبة بحاجة إلى مسار طويل وإلى وقت أطول. هيدا النمط من الحكي أنا برأيي مش موجه لنا بس، هو موجه للإسرائيلي، لأنه الأمريكي بشو من شو خوفان بالمقاربة الإسرائيلية للملف اللبناني؟ خوفان من نقطتين، خوفان من تواطؤ من قبل الإدارة الإسرائيلية الحالية وتحديدا نتنياهو، أنه نتنياهو عنده مشكلة مع إدارة بايدن الحالية وما في كيمياء بيناتهم، وعنده مشكلة شخصية لحتى يهرب منها، بده يعوم فرص ترامب أن يعود إلى الرئاسة. صحيح. الأمريكية اللي بدها تصير بشهر تشرين من السنة الحالية. وعشان هيك المقاربة الأمريكية لأداء إسرائيل هي مش مقاربة سياسية واستراتيجية محض، بمقدار ما هنالك تشابك وتعارض بالمصالح الشخصية. يعني نتنياهو مصلحته الشخصية يضل التوتر قائم، وأمريكا بإدارتها الحالية مصلحتها الشخصية أن تذهب الأمور إلى الاستتباب. هلأ العامل الثاني اللي بتخاف منه أمريكا أنا برأيي أنه إسرائيل تحت ذريعة، لأنه الأمور بغزة أنا شايفها رايحة إلى المرحلة الثالثة، هي عبارة عن إذا بدك هي شجرة مخفية لينزلوا الإسرائيلي عنا. يعني الأمور باتت واضحة من هلأ لنهاية الشهر أنه استهدافات محددة وإلى ما هنالك. هلأ بدي أحكي عن الوضع الميداني في غزة، لأنه في كتير أمريكا من شو بتخاف؟ علامات استفهام. من شو بتخاف؟ أمريكا بتخاف لأنه يعني هلأ الوضع، يعني وقت اللي نحن قدام هيدا المشهد اللي هالقد دموي، بيصير وحدة من شغلتين، أو حرب شاملة أو هدنة طويلة 10-20 سنة. الأمور لا تحتمل العودة إلى ما كنا عليه من قواعد اشتباك منضبطة. إما أن يكون هنالك انفلات للوضع، وأما أن يكون هنالك استقرار وهدنة. الموضوع يعني نقطة الارتكاز بهذا الموضوع هي عند نتنياهو. إذا أراد نتنياهو فعلاً أنه يتعامل مع عودة المستوطنين على خلفية مصلحة إسرائيل، وأنه فعلا هو يريد إرجاعهم على المستوطنات، هون بتكون الحسابات مختلفة، ونحن أمام مسار تفاوضي من الممكن أن يؤدي بنهاية الأمر إلى حل المشكلة. أما إذا أراد نتنياهو وفريق الحرب. عمله أن يتخذ من هؤلاء ذريعة ممكن أنه ساعتها تنفتح الجبهة اللبنانية. وأنا برأيي يعني الإسرائيلي لو فعلا بده يحل المشكلة، هلأ وقفت حرب غزة تلقائيا، وقفت الجبهة الجنوبية بلبنان، طيب ورجعوا المستوطنين وين المشكلة؟ القول بأنه والله المستوطنين نفسيا ما قادرين يتحملوا وخوفانين أنه قوات الرضوان على الحدود اللبنانية تعمل معهم مثل ما عملت حماس، أنا برأيي هاي الإسرائيلي بيقدر يبلعها، بيقدر يبلعها
تحت عنوان انه الاسرائيلي حاليا بيعتبر حاله ساحب من ايد حزب الله ورقه المباغته، عرفتي؟ يعني من 2006 لل 2023 ورقه المباغته كانت موجوده عند حزب الله، هلا ما عادت موجوده بحسب العقل الاسرائيلي. اذا بدنا نروح الى خلفيه العقل الاسرائيلي وخلفيه عقل نتنياهو تحديدا، لانه مختلف عن الباقيين بطريقة تفكيره، حتى عن مختلف عن الداخل الإسرائيلي وعن الكابينت وعن حكومة الحرب كلها على بعضها، يمكن بيتفق شوي مع باني جانس أكثر من هيك، عفوا مع جالنت. بخلفيته استمرار الحرب هي خلاص لأله. طيب الشيء اللي عم نشوفه بالميدان في الجنوب، سقوط عدد كبير من الشهداء، الاغتيال، ما نسميه اغتيال يلي صار للقائد حسين طويل، الضربات يلي تخطط معلي، يعني بدنا نحكي ما هي تخطط قواعد الاشتباك، انت عم بتدق بالمدنيين، عم بتدق بعمق القرى، عم بتدق بالمنازل تحت ذريعة انه نستهدف عناصر لحزب الله وما الى ذلك. رسالة الامس الغارة يلي صارت قبيل التشييع في خربة سلم كمان ما كانت رسالة عادية، وترويج فكرة اغتيال مسؤول وحدة المسيرات في حزب الله ونفى حزب الله هذا الأمر. في وضوح تام بأنه نتنياهو يريد الحرب، لا يسعى أبدا لضبضبطها، وعم يعمل جاهدا لجر حزب الله إلى هدف. أدي حزب الله بعد عنده القدرة لضبط النفس وسط كل ما يحصل، وسط هذه الخسائر، وسط معلي بدنا نحكي شوي عن الضغط الداخلي وضغط البيئة، البيئة المقاومة أيضا وسكان هذه القرى، والضغط الداخلي. يوم الضغط ما بيشبه أبدا حرب تموز. كنا قلنا بالأول مع بداية الحرب كان التوجه مختلف، بنقول أنه لا، في إجماع لأنه الكل ضد إسرائيل والكل تعني بطريقة ما القضية الفلسطينية. مع التقدم بالوقت لا، شفنا في شيء مختلف كليا يعني، والوضع الداخلي اللبناني منه بقى يعني حتى حلفاء الحزب تململوا. لقلك شيء، أنا بتقديري انفلات الأمور نحو مواجهة مفتوحة مش مرتبطة لا بالأفكار ولا بالتصورات، مرتبطة بالوقائع. يعني الواقع مجريات الميدانية على الأرض هي اللي حتحدد إذا هنالك انفلات للأمور ومواجهة مفتوحة ولا لا. بس بالأفكار والتصورات الموجودة عند القيادات والأشخاص، حتى نتنياهو أنا برأيي ما وصل لمرحلة اتخاذ قرار بتدحرج الأمور. نتنياهو عم يجرب، بيقول لك أنا بعمل هيك وبشوف ردة فعل حزب الله. هلأ بس حزب الله، خلينا نحن ناخد عنوان عام لكل هالجبهة اللي فتحها، يعني في ظل ما يحصل في غزة، أنا برأيي حزب الله عم يعمل الحد الأدنى المطلوب وبنفس الوقت الحد الأقصى الممكن. يعني اللي مطلوب من حزب الله أن يكون نصيرا لغزة، هيدا أقل شيء حزب الله بيقدمه لغزة، والمطلوب من حزب الله أنه يكون إلى جانب غزة بالكامل الشيء اللي ممكن. مش عم بحكي عن القدرات، عم بحكي عن الشيء اللي ممكن بالحسابات السياسية والظروف والمعطيات المحيطة بالموضوع. هذا الحد الأقصى اللي بيقدر يعمله حزب الله من دون أن يغيب عن المعادلة، لأنه هلأ في ثابتة عند كل المحللين أنه حزب الله ما بده حرب. لا حبيبي، حزب الله ما بيقول بدي حرب ولا ما بدي حرب. حزب الله ليس مضطرا إلى تقديم تطمينات للجانب الإسرائيلي. بس أنا اللي بقدر لك إنه لا، مش ما علي، يعني بدك تسمحي لي، البيئة مش متململة. البيئة حزب قلت الله، البيئة متململة، قلت في حلفاء حزب الله، البيئة ضاغطة نوعا ما. يعني ما بعرف، هلا أنت بتخبرني. ما أقرب الحلفاء متململين. ما عندي علم. هلا بخبرك. لا قولي لي إذا هلا هيدا المشهد، هاي الشيء اللي نحن عم نشوفه بالجنوب هو تداعياته ومترتباته متعددة الاتجاهات. يعني أنا وياك يمكن عم نشوفه أنه له علاقة
والله إسرائيل عم تقتحم غزة، نحن بطريقة تماثلية عم ندعم غزة، كل ما إسرائيل صعدت نحن عم نصعد بطريقة مماثلة وموازية للتصعيد الإسرائيلي. هذا الشيء كتير دقيق وصح. نعم. بس الجبهة اللي عم تصير حاليا إلها تداعيات على مستوى التوازنات القائمة مستقبلا لناحية الصراع بالمنطقة، هذا واحد. الجبهة القائمة حاليا بالجنوب إلها مثل ما قال سمحت السيد تداعيات لناحية إمكانية تحرير الأرض. الجبهة اللي عم بتصير بالجنوب من الممكن أن تشكل مدخل من أجل إعادة ترتيب الأوضاع الداخلية المبعثرة والمشتتة على مستوى الداخل اللبناني. كيف؟ الداخل اللبناني هيدي النقطة الأساسية وصلتني عليها. كيف؟ كفي نقاطك بس هيدي النقطة بنناقشها بعد البريك. هلا بقول لك كيف، وإذا بدك لا هلا دغري بقول لك. لا خلينا نروح على البريك. طيب. لحتى ما أرجع أطشك طيب. فيها ونروح نبحث هذه النقطة كيف بدها تساعد هذه الجبهة على إعادة لملمة الوضع المتبعثر في الداخل اللبناني. بريك ونعود. مرحبا فيكم من جديد مشاهدينا، أرحب مجددا وأتابع الحوار مع ضيفي الدكتور حبيب فياض. أهلا وسهلا فيك، بيقطع معك الوقت بسرعة دكتور حبيب. خلينا نفوت على نقطة أنه كيف بدنا نستثمر ما يحصل بالجبهة الجنوبية لترتيب البيت الداخلي اللبناني، علما أنه يلي بيشوفها من بعيد بيشوفها عامل شرخ مش عامل جمع وترتيب بسبب الانقسام اللي حاصل حوله. يعني ليك أنا برأيي في مجموعة من المسلمات من المفترض أنه إعادة طرحها على الطاولة والتمسك فيها والبناء عليها من أجل مرحلة جديدة بلبنان. بغض النظر عن الوضع الداخلي وأنه أنا يعني عندي ما يشبه اليأس من إمكانية النهوض داخليا في ظل هاي الأدوات هي ذاتها اللي هي مسؤولة عن الوضع اللي وصلنا لإله. يأس مشترك. يأس عام. بس أنه إذا نحن انطلقنا من مسلمة أنه إسرائيل هي عدو للبنان، مسلمة تانية أنه ما فعلته إسرائيل بفلسطين وغزة تحديدا هو أمر لا يوصف على المستوى الإنساني. المسلمة الثالثة أنه إسرائيل أثبتت أنه هي أكثر عدو متوحش على وجه الكرة الأرضية. المسلمة الرابعة أنه نحن كلبنانيين بحاجة إلى صناعة وطن داخلي يكون لديه القدرة على التعامل مع التحديات اللي لها علاقة بإسرائيل. مش أنه إذا إسرائيل انسحبت من أراضينا أو إسرائيل هلأ ما اعتدت علينا، هيدا بيعني أنه نحن نستطيع أن نأمن الجانب الإسرائيلي ونقول الحمد لله مشاكلنا مع إسرائيل انتهت. إذا بتسمح لي معلي قبل ما تكفي، في ثغرة هون بالكلام اللي تفضلت فيه. طبعا إسرائيل عدو، ولكن هل فعلا كل اللبنانيين بيعتبروا إسرائيل عدو؟ هول الخمس نقاط اللي عديتهم لحد هلا ما في حدا لبناني ما بيقولهم. ما في منقولهم نجي على الفعل. لا. هل فعلا إسرائيل عدو بالنسبة لكل اللبنانيين؟ ايه كل اللبنانيين على المستوى النظري، ما حدا من اللبنانيين، انا عم بحكي عن الشخصيات والقوى الفاعلة والمعتد فيها، ما عم بحكي عن أفراد وناس هامشيين. ما في حدا إلا ما بيقول إسرائيل عدو. بس الفرق بين اللبنانيين أنه كل طرف من الأطراف كيف مقاربته لمواجهة هذا العدو والتعامل معه. أنا برأيي هاي من الممكن أن تشكل مدخل، يعني بعد ما تخلص حرب غزة أنا برأيي لبنان بحاجة إلى طاولة مستديرة. بعود بأكد رغم تيقول شو تيقعد على الطاولة يقول شو أنت بدك تقعد مع ناس على الطاولة مع اللي رح نشلح تتذكر بدك تقعد مع ناس على الطاولة معتبرة بتعتبر حزب الله أشد خطرا على الداخل اللبناني من إسرائيل. طيب شو وقت تعمل معه؟ طيب. لألك شغلك أنت اللي عم تعتبر هيك عندك وحدة من خيارين، أو أنه بدك تتعامل معي كخصم وبدك تضل حاطط راسك براسي، وبعد حرب غزة موازين القوى ومقاربتي لمستقبل الوضع بالمنطقة وباللبنان ما بتسمح لك أنك تراهن على الصبر الاستراتيجي اللي أنا مارسته طوال المرحلة الماضية. ومن الممكن أن يكون هنالك
تحول بطريقة مقاربتي للأمور. أها يعني لحظة هاي جملة خطيرة. لا مش إنه يعني؟ نعمل سبع أيار جديد، لا، بس أنا كنت طول بالي كتير وكنت اتنازل كتير وكنت غض الطرف كتير، بس من هلأ ورايح أنا بعد الشيء اللي صار بسبعة تشرين وبعد ازدياد احتمالات الخطورة المتمثلة بالجانب الإسرائيلي، من حقي أنه أنا التموضع الداخلي لألي يكون أكثر تحصينا، والأماكن اللي كنت مارس عليها الصبر الاستراتيجي أنه ما ضل مارس نفس المستوى من الصبر. خليني ترجم هالكلام، لأنه أنت عم تحكي بكفوف، أنا حأحكي بلا كفوف. خليني ترجم هالكلام ودقق لي ولا لا. عم تجي تقله للداخل نحن كمحور رح نخرج من حرب غزة منتصرين، هيدا المرة وهذا الانتصار له أثمان في الداخل، بتكون برئاسة الجمهورية، بتكون بمواقع في الدولة، بتكون بإدارة الدولة، بتكون بوضع اليد على الدولة، ما بعرف شو هي. وأيضا مش مثل ما صار من بعد حرب تموز أنه ضلينا سواسية، خرجنا منتصرين وعملنا حساب الكل وقعدنا على الطاولة مع الكل وشاركنا الكل وجعلنا الجميع خصوم وحلفاء وأضداد شركاء. هالمرة لا، أنا هذا الانتصار بدي سيله على أرض الواقع، وبدي استعمل قوتي وفائض القوة اللي عندي بالسياسة في الداخل. تقريبا صح يعني. حلو كتير. تقريبا عم بقول انه يعني اذا انا بدي عود اعمل اعادة صياغة للشيء اللي تفضلتي فيه ممكن نستخدم تعبيرات تانية، بس بالجوهر اسمعيني ست سمر، انا برأيي هلأ اذا نحن بدنا نلقي نظرة على الوضع اللبناني، يعني انا بقدر قيم طرف واحد من الممكن ان يشكل خصومة فعلية وحقيقية وفاعلة لحزب الله بالداخل اللبناني، ألا وهو القوات اللبنانية. لأنه هلأ إذا بدنا نحكي مثلا عن حزب الكتائب وعن النواب الإصلاحيين، يعني تقريبا نشاطهم هو أقرب إلى المجتمع المدني منهم إلى الأحزاب الفاعلة والقوية على الساحة اللبنانية. أنا برأيي إذا كان هنالك مسار للتسوية على مستوى التفاوض وتحرير الأرض، الأمريكي لن يعدم وسيلة لدفع القوات اللبنانية إلى الانخراط عمليا بما يؤمن الحد الأدنى من على قاعدة ما حصل في السابق. يعني ما كان بدهم ميشيل سليمان مشوا ميشيل سليمان، ما بدهم ميشيل عون مشوا ميشيل عون، هي القاعدة عم تحكي تقريبا. يعني هلأ من يومين سمير جعجع قال كان عم يستبق الأمور وعم بقول إنه إذا بدهم يجوا إذا رئاسة الجمهورية في لبنان ليست مرتبطة بأي تسوية أو تفاوض عم يجري حاليا بالمقابل، خلينا نشوف يعني. وليد جنبلاط مع حفظ الألقاب، أنا كتير معجب بموقفه من الشيء اللي عم بيصير بغزة. طيب التيار الوطني لا يرتقب موقف غير هيك يعني. هلا انا بهاي ما بيضيع البوصله بالمفاصل التاريخيه والمفصليه وبقضية رغم فلسطين. كل الشيء اللي يعني قائم على مستوى ادائه الداخلي عم بحكي فيما يختص بموضوع غزه. طيب التيار الوطني الحر، المفاصل الاساسيه نحن وياه بالنسبه للمساله الفلسطينيه كمان بحاله تطابق. هلأ عنده ملاحظات دور حماس كذا، صحيح بيطلع مسؤول بالتيار بيغرد خارج السرب، بس طيب حركة أمل الرئيس بري من يومين قال الضربة 10/10 اللي صارت بميرون أو بصفد. طيب مين بعد فيه؟ يعني هاي هي المكونات الأساسية للمشهد السياسي بلبنان تقريبا هيك. في عندك القوات اللبنانية، القوات اللبنانية يجب يعني مش بس بدنا ننطلق من خلفياتها السياسية وكيف بتفكر، بدنا ننطلق من إمكانياتها. شو عندها إمكانية؟ إذا كانت القوات اللبنانية تتلطى تحت غطاء إقليمي ودولي بممارسة أداء الداخلي بلبنان، وفي لحظة معينة هيدا الغطاء رفع، لحتى ما أقول شيء تاني أنه يتم التعامل مع القوات كورقة مساومة تباع وتشترى ببازار المفاصلة السياسية، ما بدي استخدم هول، بدي أقول أنه إذا رفع الغطاء عن القوات اللبنانية
نحن بالداخل اللبناني أنا مقاربتي يعني حزب الله في المرحلة المقبلة واحدة من الأمور اللي استفادها من حرب غزة أنه حزب الله كان يرى ثمة فصلاً وقطيعة بين تفاصيل الوضع السياسي الداخلي بلبنان والصراع مع إسرائيل. حرب غزة ستثبت لحزب الله أن هنالك ترابطاً عضوياً بين كل تفصيل من تفصيلات الوضع الداخلي بلبنان السياسة وبين المقاومة وعداء لإسرائيل. طيب هيدا حيخليه يتصرف مثل يعني ما بطريقة مغايرة، يعني ايه رح يكون أقل تساهلاً، ايه رح يكون أقل تفاوضاً ومرونة مع الأفرقاء الآخرين، يعني بده يروح إلى نوع من الفرق. هل رح يقدر يعمل هيدا الشيء؟ طيب أنا بدي أعطيك مثل صغير بالموضوع الرئاسي، أنت ما بتحب تحكي فيه هذا الموضوع ومنك حابب تحكي بأي شيء بمعزل عن أو مربوط بموضوع غزة، بس في الموضوع الرئاسي معلم اليوم في معلومات، في كلام يقول الأمريكي يعمل على خط قائد الجيش العماد جوزيف عون، الثنائي الشيعي أو الثنائي الوطني وبعض الحلفاء له بعده متمسكين بسليمان فرنجية. لما حكي الأمريكي بجوزيف عون قائد جيش قيل له أنه المشكلة عند المسيحيين وعن جبران باسيل تحديدا. ما بعرف شو نحكى مع جبران باسيل، مبارح في رسالة واضحة وصلت وحضور جبران باسيل بعد كل شيء عمله، عزاء قائد الجيش والعزاء بوالدة قائد الجيش والصورة يلي نشرت وكل هذا، فيها رسالة واضحة، فيها رسالة واضحة. ماذا لو سار جبران بهالمسار؟ ما فيكم تفرضوا. لا لا لك شيء، الثنائي بالنسبة لرئاسة الجمهورية كل القصة هي عند سليمان فرنجي، كل القصة هي عند شخص سليمان فرنجي. أوكي. إذا سليمان فرنجي يريد الاستمرار كمرشح ولن يتخلى عن ترشيحه، واجب الثنائي أنه يضل معه. نعم. أما إذا أراد سليمان فرنجي أنه يتراجع ويتخلى عن الترشح، فهاي ساعتها نحن منصير قدام مسار ثالث. بس بغض النظر عن الأسماء والأشخاص، من حق حزب الله بعد كل اللي صار بغزة أنه وقت اللي بده يقارب أي رئيس جمهورية من حقه يشوف هيدا الرئيس اللي بده يجي كيف بده يتعامل مع موضوع المقاومة والجبهة بالجنوب. وهيدا الكلام اللي عم بقوله ما بيعني أبدا، وأنا من الأشخاص اللي بيحترم قائد الجيش، وأنا وقت اللي ينحكى ببيئتنا أنه قائد الجيش أمريكاني وماشي مع الأمريكان وأنا بخطئ الآخرين وقت يقولوا هيك، لأنه مش قائد الجيش هو اللي يعني ماشي مع الأمريكان. الجيش كمؤسسة يعني مين ما كان هلأ قائد جيش في مجموعة من القيود اللي الأمريكي دائما عم يكبل، مش أنه توجه شخصي عنده. عشان هيك فينا نقول انه نعم قائد الجيش عنده فرص قوية وقوية جدا في حال انه سليمان فرنجية بعد مرحلة غزة، طبعا انا ما بعرف شيء بس انا عم بفترض، لقى انه والله وضع البلد ما بيحمل وانا بدي انسحب ساعتها، بس انه الثنائي يعني حزب الله او املي يتخلوا عن سليمان. طيب بس انا عم بحكي شيء ثاني كثير مهم اللي تفضلت فيه، وبالعكس بدعم الكلام او بيوصلني للغايه اللي انا بدي اوصل. لم يتراجع، لم يتخذ سليمان فرنجي القرار بالانسحاب من السباق الرئاسي، وبقي الثنائي ومن معه يعني يعني الناس اللي عطيت سليمان فرنجي بدها تضل تعطي سليمان فرنجي، لن تتراجع بهيدا الإطار، وبقيت الناس اللي معه ماشي معه. بالمقابل نجح الأمريكي بخرق جبران باسيل وقرر أنه يمشي مع قائد الجيش. شو فيكم تعمل؟ بيصيروا أكتر؟ مشنا لا لا بيصيروا أكتر، يعني بيصيروا بينزلوا على جلسة بالنهاية القوات اللبنانية ماشي بقائد الجيش، إذا عم نحكي إن عم نحط سؤال افتراضي وجبران باسيل ماشي بقائد الجيش، المسيحيين ماشيين، الأغلبية المسيحية ماشي وراء قائد الجيش ومعه الأعداد الأخرى،
صار رئيس جمهورية. أنا بشو بتعملوا؟ انت بتعرف شو هو الخيار الثاني عند سليمان فرنجية في حال هو انسحب؟ قائد الجيش. يعني يعني أنا يعني بدل لك إذا صار إجماع مسيحي على قائد الجيش، أنا تحليلي أنه سليمان فرنجية بينسحب لإله. وحدة من الأمور اللي ممكن تخلي سليمان فرنجية أنه ما ينسحب في حال كان عم يفكر بالانسحاب، هو يمكن عدم قدرته على التحكم بالبديل عنه. بس إذا كان البديل عنه هو حدا يعني مرشح من قبله وما عنده مشكلة معه، ممكن يمشي بهذا الخيار. بس هي كلمة يعني تحكم هلأ بتعمل لك لا يعني مشكلة. التحكم مش تحكم يعني مش بالشخص عم بحكي، توافق ايه خلينا نقول، اتفاق، مرونة، لفتيلي ايه مرونة ما يعني ما مستعد أبدا فوت مشكلة داخلية إلى علاقة. عم تحكي مرونة وتوافق ايه واتفاق شأن شأن. طيب فبناء عليه أنا برأيي إذا صار إجماع مسيحي ونفترض أنه البطرك بارك هذا الإجماع وصارت الكرة عند سليمان فرنجية أنه بتنسحب ولا ما بتنسحب، يعني مش لأنه سيكون هنالك إجماع مسيحي، حزب الله وحركة أمل سيمارسون الضغط على سليمان فرنجية لينسحب أو أنه يتخلوا عنه. ساعتها رح تصير الكرة بالملعب المسيحي، ولحتى يتحقق الإجماع المسيحي كما يجب لازم انه سليمان فرنجية يكون قبلان. هلا اذا تحقق الاجماع المسيحي الله يساعد الرئيس المقبل، لانه عم يمتو يلحق يعني كل حدا حيعتبر انه هو اللي له حصه. حتى لي نختم هيدي الحلقه دكتور، حتى لي نختم هذه الحلقه في عده نقاط، بس انا بدي احكي معك بنقطه. بما أنك منك حابب تطلع من غزة، من موضوع غزة وكل الأمور تدور في بموضوع غزة، في كلام لحتى اللي نختم فيها، في كتير كلام اليوم في تصويت مجلس الأمن بموضوع اليمن والبحر الأحمر، في قمة بالعقبة مصرية أردنية فلسطينية، أيضا في كتير نقاط وكلام، بس بأختم بكلام قرأناه بالصحف وهو على خلفية زيارة بلينكن وما قدمه من عروض. يعني ساعة بيقولوا أنه يرجع الاتفاق مع إسرائيل على أنه ترجع الناس تخفف عملياتها في الشمال وتبلش بالجنوب، يعني وبالتالي ترجع الناس إلى شمالي القطاع ولكن بيكلها جنوب القطاع، كلام عن إقفال معبر رفح، في كلام عن شبح الاغتيالات لقاضي حماس وغير حماس، فلسطينيين وغير فلسطينيين في غزة وفي الداخل الفلسطيني وخارج غزة والداخل الفلسطيني، كبدل عن ضائع لفشل العمليات العسكرية للإسرائيل. هلأ بالنسبة لزيارة بلينكن، أنا برأيي هو جاي على المستوى الفلسطيني ليحقق ثلاث أمور أو ثلاث لاءات، أنه لا للحرب الإقليمية، لا للمزيد من العنف الدموي اللي عم يعمل إحراج لأمريكا، والنقطة الثانية أنه ماذا في اليوم التالي، يعني عم يحضرنا هلأ بالنسبة للاغتيالات، أنا برأيي ما لازم نحن ناخذ موضوع الاغتيالات ضمن خارج أو ضمن إطار البدائل الإسرائيلية عن الشيء اللي عم تقوم فيه. يعني إسرائيل سواء كانت فاشلة، بعد معي دقيقة، إسرائيل سواء كانت فاشلة ولا ناجحة بالميدان، وقت اللي تقدر إنه تغتال حدا للقيادات ما حتوفره. وهاي حرب الاغتيالات قدر حزب الله، أنا برأيي بالنسبة للجبهة اللبنانية، لأنه بالداخل الفلسطيني لحد هلأ إسرائيل ما عملت يعني ولا اغتيال يعتد به على مستوى، عملته بلبنان مع الشيخ صالح العبو. حزب الله قدر يكرس هاي المعادلة، مواقع قيادية مقابل اغتيال قيادات، وهيدا الشيء اللي عمله حزب الله بميرون وبيدادو، يعني ضرب جناحين من ثلاث أجنحة أساسية عند الإسرائيليين، قيادة القوات الجوية بميرون وقيادة القوات البرية بدادو. بعد في عند الإسرائيليين يعني القيادة البحرية اللي لها علاقة
بالشمال. طبعا أنا ما عم بغمس من قناة أنه ممكن أنه يقصفها، بس عم بقول هاي الثلاثة هي السيبة التي تقوم عليها آلة الحرب الإسرائيلية. نعم. هلأ بغزة يعني أنا بتقدير يعني هاي اللي عم يسموها المرحلة الثالثة هي بمثابة إعلان غير معلن عن نهاية العمليات الإسرائيلية بعدما بقت بالفشل. لأنه نحن قدام معادلة، يعني شو يعني أنه إسرائيل والله بدها تروح تضرب أهداف هاي يعني حرب استنزاف، لأنه أي حرب بتصير بين طرفين من دون أن يكون هناك حسم عسكري لحدا أو تفاهم سياسي تتحول إلى حرب استنزاف. بس أنا برأيي أنه الإسرائيلي يعني نحن قدام معادلة كتير دقيقة، لحتى الإسرائيلي ينتصر مطلوب منه 1-2-3، بينما لحتى حماس تنتصر والمقاومة الفلسطينية تنتصر ما مطلوب منا إلا شيء واحد، أنه تحافظ على وجودها. صحيح. بما أنه إسرائيل ما حققت الأهداف والمقاومة بعد موجودة، ففينا نقول أنه إعلان نهاية الحرب على مبدأ أنه إسرائيل انهزمت وأنه المقاومة انتصرت، رغم المعادلة اللي إلها علاقة بالخسائر والأرباح أنه إسرائيل انهزمت، بس هيدا ما بيمنع أنه حققت أرباح، والمقاومة انتصرت هيدا ما بيمنع أنه تعرضت لخسائر. أنا بدي أشكر كتير، في كتير كلام نحكيه بس إن شاء الله بحلقات لاحقة وبظروف أفضل. أنا بدي أعتذر على الظروف الصحية يعني اللي قريب لا أبدا هيدا ظرف عام كمان بالبلد. شكرا لتلبيتك الدعوة ومشاركتنا بهالحلقة دكتور حبيب فياض. مشاهدينا الشكر الكبير لكم ولمتابعتكم، وإلى اللقاء.